انت دايما 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 في الامام في قصه وحكايه. هو قبل ما نخش على اول شخصيه في حكايه خاصه بالاغنيه ديت، ولان دي اللي كان دايما بيوزع كوبلين اتنين منها بس. وبعدين اكتشفت في يوم من الايام في منتدى، اعتقد اسمه سماعي، منتدى بتاع اغاني وكده، الاغنيه بالاربع كوبليهات اللي هم موجودين حاليا طبعا في القناه يعني. فبعدها على طول برضو كانت قصة زين النوادي بنفس الطريقة في نفس المكان، اكتشفت ان في اغنية زين النوادي وكانوا بيغنوها على اعتبار انها للاهلي السعودي يعني. فسمعت الكلمات بتاعتها لقيت انها كلها بتتكلم عن النادي الاهلي، معمولة سنة 57، بيقول 50 عاما. لا، الاغنية دي بتاعت النادي الاهلي. فدي كانت من الحاجات اللي انت لما بتقلب في التاريخ النشيد الكامل للاهلي وزين النوادي. زين النوادي الكلمات بتاعتها بالكامل موجوده في قاعه مجلس الاداره مجلس الاداره في النادي الاهلي على فكره.